رن مورايد رن مورايد مورايد احسن فلوجر في مكناس. تحيه لي. شكرا خويا شكرا. شكرا. ايش يعطيني كابري؟ سلام سلام سلام. يا اخوتي السلام عليكم، مع مورايد بيبي جديد. غبرت عليكم، اسمحوا لي عندي واحد الاصابه في الرجل ديالي وكما عندهاش علاقه بالموتور، وسبب الخدمه عندكم عندي مزيرات ليامات ان شاء الله جايين فيديوهات مزيانين لقدام. هذا الفيديو هذا غيكون عامر بالمفاجات، عندنا واحد المشيه غنمشيو انا وحدي الازرو افران. المهم تبعوا معنا لا فيديو بلا ما نطول عليكم، يلا معنا. اخوان مرحبا بكم مره اخرى. شحال هذه ما ركبنا على الموتور، شحال هذه ما شدينا الطريق، شحال هذه ما خرجنا. اليوم غتكون عندنا خريجه ناضيه، ندوزو بعدا نديرو ليسانس. راه البوله شاعله، البوله شاعله، نديرو ليسانس ونكملو الطريق. قام معنا عرفتي، الله يسمح لينا من هذا الموتور وصافي. هادو من الاسباب اللي تتخرج على البومبا د ليسانس وتتخرج على الموتور بصفه عامه، هو انك تخلي البوله شاعله. وي انت ضرب حسابك الريزيرف راه مازال غيوصلك داكشي، ولكن هذاك الريزيرف اللي تتخليه مازال راه تولي جبد نص خلي كاين لتحت. يعني ديما الموتور خلي فيه شريطه ديال ليسانس ديالو، ما تهبطش غير تهبط عاود دير له ليسانس. انا غير لظروف خاصه يعني ماشي خاطري وصافي داكشي باش تبقى حتى شعلات البوله. دابا ندوز نديرو له شي بلا ونتكلو على الله، وضروري خاص نقلبو الروايد من التخيسو ديال الريح، هادي ضروري حيت مع البرد داكشي واخا ميكونش عندك شي لا بياسة لا والو تينقصو مع الوقت. هذا هو البراج اللي كان شدوني، هذا هو اللي كان شدوني فاش ستوري تايم اللي كنت درت لكم فاش كنت شد لي الموتور مشى للخبرة وتقدم لوكيل الملك. انا خليكم المليان ديال لا فيديو هنايا، ولكن كانت تجربة زوينة الحمد لله، كاع اللي داز على الراس مزيانة. دابا ديريكسيون ازرو، غندوزو على بوفكران الحاجب، من موراها كاينة ازرو، من ازرو ما غندوزوش نيشان الافران، غندوزو على جبل هبري نيشليفن عاد غندوزو الافران، ومن تما نشوفو على حساب الوقت اللي بقى لنا. لكن باقي الوقت ندوزو لموزار ونجيو على فاس، ما بقاش عندنا ما نديرو. ديال خنيفرة وبني ملال، الناس اللي بغا يمشيو ل كاينة كدوز على مراكش، يمكن دوز مراكش من هنا بلا ما دوز على لوطوروت على كازا. طريق زوينة فيها ما يتشاف، اللي بغا يمشي غير مساري يحسن هاد الطريق هادي. وهادي خلاص الطريق الوطنية رقم 13 اللي كتدي للراشيدية مرزوقة مرورا بأزرو. أنا صراحة الحاج بغا تفرق على الطريق، يعني هادي الأزرو هادي الإفلان، وبجوجهم يمكن دوز منهم تكمل لجهة ميدل زايدة مرزوقة. عرفتي باش تكسيري بالصفور بالروستر، راه اش نقول لك، شديتي هو ب 200 راه بحال شديتيها بالسبورتي ب 300، حيت كيولي يلعب العامل ديال الرياح ديال حيت السبورتي مقاده باش تقف الريح. هذا لا ترى الريح كامل تيضرب فيك، يعني واحد المقاومه واحد بحال شد 300 نيش. انا هكاك واخا ما صراحه طلع عمري عشت الاحساس ديال 300. Voy a la playa, voy a subir la marea.
itu. Itu. Aku yang sebelah lama di kunci belum bayarnya. الدنيا تاعي ماشي كدا 40 ولا 50. كسيري مرحبا راه تشرني انا قلت له خويا بالزربه ما تنزلوك ما نغلوش يكون تنزليه سوال واحد الموطورات صغار دابا تشري موطور كواد موطور صغير شوف والله الا بنين بالله والله يا خويا ما شبعنا منه هو راه زاتو صافي كاينين واحد غير الا بغيتي غير قلت نجيب لك حتى 3000 جيبو راه كاينين معامله بيناتهم ماشي مشكل صافي المتصل خاصو واحد هذا خاصو غير واحد بوحدو هذا خاصو واحد هذا بوحدو خاصو واحد واحد جوج ثلاثه خاصو شي اربعه الطوازن هنايا فرصة خير من ألف عاد غادي انت تلاقينا الدراري ها الطرازة في الطريق الله يعلى خريجة زوينة فرز بوحدي كاس كنقصى في الطواجين انت كيدوز عليا صافي هربوا عليا اسمع عمر عليا صح مين عمر عليا داك الفراز وانا كنت باغي ندوبلو من عيس وانا كنت عايز نفضل الحافة غنضرب شي تصويرات هنايا وشي فيديو باش ما تجرقش الفيراج راه كتجرق تتميل للجهة ديالها داك الفنو عندك ما تيزعمش تنعس الفنو ديالك
على بركة الله. السبع حيد الكوبا مع السبع. اللهم بارك على الحديد المزيان. اسد هاي اللي قلت لكم ها اللي قلت لكم انا كاين سادة اصاوب قد نرفعوا لك تيجيو الحاجب باش نربحوا الوقت الحاجب تقهوا تما باش نربحوا الوقت كنا غادي نتقهوا في عفران مي شفنا الوقت مشى يطيح لنا الظلام هنايا وقلنا اللهم نزيدوا نربحوا الوقت كاين قهوة زوينة في الحاجب نستمتعوا بعدا بهاد الفيرازات ديال الحاجب وعفران ما حد نزل الضوء مازال الضوء عاد نتقهوى تما العازب بعدا تنطيح لينا الظلام راه قريبة لنا مكناس راه ما كملناش من بعد 15 دقيقة ندير شوية بسالة مع منتصر بعدا هدا ماشي موطورو بان لي غادي بشوية ما تيبرك ما والو What's wrong with you bro? What the hell? You tripping bro? You tripping! If we're knocked out, we'll go the distance. Pound for pound, we're a perfect match. Pulling punches, or toe to toe, we're always on the ropes.